كل سنة وانت طيبين جميعا. عشان طبعا في تفكير كل الستات ازاي همشي بيتي وازاي همشي في الميزانية الشهر بتاعي بالمصروف بتاعنا، وازاي اصلا هقضي كل يوم اعمل لهم اكلة فيها لحوم في الايام الصعبة دي. عشان كده انا عملت الفيديو ده. الفيديو ده عامل ب 320 جنيه بفرختين اتنين، هتعملي 6 وجبات. يعني 6 وجبات يعني ايه؟ يعني هتاكلي كل يوم حاجة فيها لحوم، يعني اعتبر الفرخة كده هتكفيكي اسبوع كامل لو انت هتاكله يوم ويوم. طبعا عايزين نعمل بقى كل يوم الفرختين الاتنين دول هيكفونا اسبوع كامل، وشايفين الكميات ما شاء الله الوجبة وجبة محترمة، يعني تكفي اسرة كبيرة مش اسرة صغيرة. تعالوا بس بينا كده، قبل ما تنسوا تحطوا اللايك، حطوا اللايك على طول، واكتبوا لي تعليقاتكم الجميله، وقولوا لي اكتر حاجه حابينها او اكتر وصفه عايزين نعملها لكم على طول، اكتبوها لي كده في الكومنتات وان شاء الله هنعملها على طول. تعالوا بقى شايفين الوجبات، بسم الله ما شاء الله وجبات محترمه وكميات كبيره ب 320 جنيه بس. وهتسالوني ازاي ب 320 جنيه في الايام الصعبه دي؟ هقول لكم الفرخه هنا عامله 2 كيلو، والكيلو كان عامل 80 جنيه، يعني الفرختين عاملين 4 كيلو، فسعرهم عامل 320 جنيه باستثناء طبعا عملنا 6 وجبات باستثناء الكبده والقناصه، دول هنعمل بيهم كفته، كفته الرز اللي احنا عملناها مع بعض قبل كده، الكفته الاقتصاديه، بس طبعا هحوش عليها كمان قطعتين او 3 بحيث يبقى معايا كميه كبيره وتكفي. تعالوا بس بينا على طول كده، اكتبوا لي كده رايكم، وصلوا على النبي في التعليقات، اكتبوا كده على طول كده، واذكروا ربنا. كل سنه وانتم طيبين، ربنا يعود علينا وعليكم الايام بخير يا رب. تعالوا بقى الاول كده معايا اول فرخه هبتدي اقطعها. يعني بصوا احنا هنشيل الجوانح دي، هتتحط معايا في الطبق اللي احنا هنحطه، هنعمله تورلي بقى او صينيه بطاطس زي ما احنا حابين هنعمل. هنبتدي الاول كده هنقطع بالراحة، واحنا بنخلي الصدر نخلي بالنا ان احنا ما نسيبش لحمة في الصدر، يعني ناخد كل حاجة موجودة في الفرخة نستغلها على قد ما نقدر. شايفين؟ ايوان كده، هنسن السكينة بتاعتنا كويس وننظف الصدر كده. يعني بالنسبة للبنات الحلوين اللي لسه يعني مش عارفين ازاي اصلا يقطعوا الفراخ، يقدروا بقى يشوفوا الفيديو ده ويعملوا الحلو كله في بيتهم. شايفين اي دهون هنبتدي نتخلص منها ونشيلها، اي قطعة لحمة باقية ماسكة في العظم هبتدي اخدها برده. احنا هنا مش عايزين نهدر اي حاجة، وكل حاجة هنعملها مفيش حاجة هنهدرها في الفيديو ده. خلاص كده خدت الصدرين وقطعت كمان الوراك على 4. الصدور هنا لها وصفات بقى هنعمل بيها الكنتاكي الجميل اللي طبعا اللي عجب كتير منكم، وبعد ما عملته لقيت كمية تعليقات بقى، يعني في ناس كتير بتسأل ليه انا بعمله وبينشف، ليه انا باجي اعمله وما بيطلعش معايا حلو كده، وكمان في ناس بتعمله باضافات تانية خالص يعني يديها نتيجة تانية خالص. فعشان كده حبيت اعمل الفيديو ده واكد عليكم الكلام ده. طبعا كل طريقة وليها نتيجة، مش ان انا هعمل طريقة مختلفة وهتديكي نفس النتيجة دي. إيه طبعا لو جربتي اي طريقة تانية اتمنى لك تجربي الطريقة دي وتعرفي فرق الكنتاكي من بعضه او فرق الناجتس من بعضه. وطبعا احنا هنعمله النهاردة بطريقة كمان اقتصادية 100% بسبب الظروف اللي احنا فيها، احنا عايزين نعمل كل حاجة النهاردة اقتصادية على قد ما نقدر. هنخلص بس تقطيع الصدور بتاعتنا كده. انا خدت الاربع صدور او يعني صدرين الفرخة الاربع ناحيات، يعني هاخدهم كده في طبق، دول هنعمل منهم الهامبرجر وهنعمل منهم كمان الكنتاكي. انما القطع اللي احنا قطعناها دي هاخدها اغسلها دلوقتي وهوريكم احنا هنعمل فيها ايه. خلاص كده غسلتها كويس، وهجيب الاطباق بتاعتنا بقى وهنبتدي نعبي. طبعا كل واحد هيعمل على عدد افراد الاسره اللي عنده، تقدري بقى طبعا لو اسره صغيره او مكونه من 3 افراد او 4 افراد هتقللي بقى وهتعملي كميه اكبر، يعني الكميه بتاعتي دي هتقلليها انت كمان. طبعا انا حطيت كده في كل طبق حوالي 6 قطع. شايفين؟ وغير القرائط بقى كمان، يعني الرقبه والحاجات اللي انتوا عارفينها دي، فدولت هيعملوا شوربه، يعني هيتحطوا يعملوا معانا شوربه حلوه كده وخلاص. كده الطبقين الاتنين بتوعنا بقوا كاملين او كبار ما شاء الله قد ايه. ادي كده اول طبقين عملناهم بكميات محترمه مش كميات بسيطه،
وهنا الكبده والقناصه هحطهم، يعني الكبدتين والقناصتين بتوع الفرختين هحطهم كده في علبه، بس طبعا الكميه دي مش هتكفي حاجه، او مش هتكفي بالنسبه لينا احنا نعملها حاجه، فهحوشهم بحيث نعمل منهم كفته اقتصاديه. تعالوا بقى نعمل الحاجه التانيه. النهارده بقى هنعمل حبه كده نتبلهم، نعملهم شيش طاووق. طبعا هتاخدي برضو الكميه المناسبه ليكي، انا هنا هاخد حوالي صدر فرخه، صدر نص صدر فرخه، هقطع كده على عدد ما انا عايزه. طبعا هعمل حوالي القطعه في الشيش 3 قطع من اللحمه في عود الشيش، فطبعا هعمل بقى على عدد افراد الاسره اللي عندي، كل واحد هيعمل على العدد اللي عنده، فالكميات دي براحتنا، تقدري تكتري في حاجه عن حاجه، تقدري تستغني عن حاجه وتبدليها براحتك خالص. انا بديكوا بس هنا افكار وانت عليكي تشوفي اللي يناسبك وتعمليه. خلاص عملت كده، قطعت الشيش بتاعي وغسلته كويس وحطيته في الطبق اللي انا هتبل فيه، حطيت طماطمايه وبصلايه وحطيت نص معلقه من الفلفل الاسمر وربع معلقه من البهارات الفراخ، ربع بس عشان الكميه بتاعتي صغيره، وحطيت معلقه خل وملح وفلفل اسمر بس كده، وضربتهم كويس وحطيتهم بقى على بعض وخلاص، يعني كده تبلت الشيش معايا، او تتبيله الشيش كانت جاهزه وخلاص. هسيب الطبق بتاعي بقى متغطي كده وخلاص، خلصت كمان الشيش. نيجي بقى للوصفتين الاهم، الناجتس والكنتاكي. معايا ده فيجيتار كريسبي، بس الايام دي بقى بيجي خشن قوي قوي يعني بزياده، فابتديت كده حطيته في الكبه هنعمه شويه. عندك كبه هتنعميه بالكبه، ما عندكيش كبه ممكن تحطيه في كيس وتدق عليه، المهم تنعميه شويه لانه بقى خشن قوي قوي، او لو تعرفي تجيبيه ناعم شويه هاتيه. المهم ان ده كريسبي، مش الفيجيتار العادي ولا الفيجيتار اللي احنا بنجيبه البانيل عادي، لا ده فيجيتار كريسبي. خلاص نعمته كده وهفضيه، طبعا انا بنعمه في البدايه عشان الكبه بتاعتي بقى هستخدمها دلوقتي وهفرم الفراخ، فانا مرتبه نفسي. خلاص كده شلته بقى هركنه جنبي، وهاجي بقى اعمل الكميه اللي انا عايزاها. دلوقتي انا عملت حوالي صدر فرخه، صدر كامل، ونص عملنا منه الشيش، والنص التاني هعمله همبرجر. واخدين بالكم؟ يعني انا هنا مكتره في الناجتس شويه عشان بيحبوه عندي بزياده، والهمبرجر برضو بيحبوه بزياده، بس يعني ايه، احنا دلوقتي حابين نعمل وصفات او حاجات كتير عشان بس اديكم الفكره، وبعد كده هنكتر من اللي احنا عايزينه او نبقى نعمل اللي احنا عايزينه. تعالوا بس ما اقول لكم احنا حطينا ايه وعملنا ايه في الفراخ بتاعتنا. احنا حطيت الفراخ بتاعتي كده تتفرم وحطيت عليها البهارات، يعني انا بفرم الفراخ وانا حط عليها البهارات عشان اشم ريحتها الجميله. حطيت البهارات بتاعتي عباره عن ايه، حطيت معلقه كده من كل حاجه انا هقولها، معلقه كزبره ناشفه وتوم بودر وبصل بودر وبابريكا وفلفل اسمر وملح، وكمان معلقه دبس رمان، ونص معلقه من التوم المفروم، طبعا التوم الفرو اللي احنا بنفرمينه مع بعض حطيت منه نص معلقه. هسيب لكم المكونات كلها كده على الشاشه، بس الثواني بس الاول عشان ما نروحش من بعض يعني في حته. دلوقتي هنا انا حطيت بقى الاضافه بتاعتي بطاطسايه كبيره حلوه كده، يعني شفتوها انتوا حجمها مش كبيره قوي قوي بس وسط. البطاطسايه دي حلوه قوي للكميه اللي انا عاملاها، فما تكتريش بطاطس كتير عشان ما تبقاش طريه معاكي وتبوظ، يعني تبقى طريه بزياده وتيجي تشيليها تبقى طريه قوي. البطاطس دي حلوه قوي قوي في الناجتس، ما تخافيش منها وتقولي ده هتغير الطعم، ما بتغيرش الطعم ولا اي حاجه ولا اصلا بتبان. المهم هنا طريقه الناجتس دي لو جربتوها انتوا اللي هتعشقوها وهتكتبولي كده في التعليقات، وانا متاكده لان كل اللي جربها من ورايا بجد عجبته قوي. تعالوا بس الاول انا هسيب لكم كده المقادير كلها في صندوق الوصفه عشان ما نتوهش بس من بعض. دلوقتي بقى هنعمل البرجر بتاعنا. البرجر بتاعي انا هنا حطيت البصل، قطعت بصلايه حلوه كده وحطيت عليها معلقه من النشا ونص كوبايه من الشوفان، وحطيت عليها البهارات بديل بديل بهارات البرجر. طبعا لو عندنا بهارات البرجر هنحط عليها معلقه كبيره وخلاص. انا دلوقتي بهارات البرجر مش موجوده، فحطيت بقى البديل عباره عن ايه، ربع معلقه من القرفه ومعلقه من الكزبره وملح وفلفل وبابريكا وخلاص على كده يعني، طبعا ومعلقه نشا. طبعا كميه البهارات هتضاف على قد كميه الفراخ. طبعا انا عامله النهارده نص
نص الفرخة او نص الصدر، فاحنا حوالي ربع كيلو، ربع كيلو من البنيه، فعشان كده انا مقللة، حاطة هنا نصاص معالق، فتقدري بقى تعملي كمية اكبر لو انت هتزودي الكمية الاكبر. بس في حاجة هنا، الخطوة المهمة ان احنا نحمر البهارات بتاعتنا دي على النار، نخليها تدبل من غير ما تاخد لون. في غلطة انا عملتها هنا، ان انا حطيت الحاجة على النار اصلا ونسيت ان انا حطاها على النار، وشرط اساسي ان انا اقف جنبها، ما ينفعش اسيبها واروح في اي مكان، فخدت البهارات بتاعتي لون زيادة شوية، بس الطعم مش باين فيه خالص. فانا حبيت بس اقول لكم الخطوة دي بحيث انتوا تقفوا جنبها، عشان تبقى معانا لون البرجر فاتح او ابيض زي لون الفراخ عادي. فدي الخطوة الوحيدة اللي يعني ايه سهى عليا، وسبتها على النار فاحمرت شوية، بس في الطعم الطعم مش مختلف تماما ولا اي حاجة. طبعا احنا هنا استغنينا عن البيضة، واستغنينا عن معلقة البيكنج باودر، لان اصلا الفراخ متماسكة بطبيعتها، صدور الفراخ بتبقى متماسكة، حتى لو احنا عملنا منها كفتة بتبقى متماسكة، فمش مستاهلة البيض، واحنا في ايام صعبة، فاحنا عايزين نوفر على قد ما نقدر، وعايزين حاجة اقتصادية مش وصفة كده وخلاص. فعشان كده استغنينا على كل البدايل، بس الطعم جميل وما شاء الله الطريقة ناجحة 100%، وانتوا واثقين في اللي انا بقوله، وعارفين ان ما بنزل حاجة انا بنزلها الاول ليا ولولادي مش لاي حد، فما ينفعش اضر اي حد وانزل وصفة ما كانتش النتيجة معايا مرضية ولا النتيجة كويسة. شايفين الكمية ما شاء الله، كمية كبيرة وجميلة قوي. نيجي بقى هنا نعمل الكنتاكي بتاعنا. حطيته في الفريزر بعد ما فردت في الطاسه بتاعتي زيت، وبططته كده، عصت ايديا زيت ودهنت الوش بتاعه كده وانا ببططه عشان اخد منه الشكل ده. حطيته في الفريزر حوالي ساعه او ساعتين لحد ما يتماسك براحته خالص. يعني انا هنا حطيته في الفريزر وبعدين كملت اللي انا عملته، خلاص جمد ومسك نفسه خلاص. ابتديت قطعته الحجم بقى اللي انا عايزاه او الشكل اللي انا عايزاه، بس اسهل حاجة ان احنا نقطعه كده مربعات زي الكيكة بالظبط، عشان يطلع معانا على طول وما نهدرش منه اي كمية. شايفين ما شاء الله، معايا بقى طبق فيه شوية من المية، وطبق فيه دقيق، وطبق فيه كريسبي اللي احنا لسه ضربينه من عامينه. الدقيق معلوش اي اضافات ولا المية عليها اي اضافات، الكريسبي كده كده هو بيبقى يعني مملح ومبحر ومظبوط. طبعا هنا احنا استغنينا عن اللبن والبيض، فواخدين بالكم طبعا الدنيا متيسره، تقدري طبق الميه ده تحطي بداله حبه لبن او نص كوبايه من اللبن على بيضه وتقلبيهم، وشويه فلفل اسمر مش موجود او عادي. يعني بصوا هو الطريقه مش فارقه كتير والله، الطعم جميل والشكل جميل. يعني انا انصح اي حد حتى لو الدنيا تسمح والحاجه موجوده اعمل كده، مفيش احلى من كده. الاقتصاديه يعني الميزانيه الاقتصاديه مفيش احسن منها. شويه ميه، شويه دقيق، شويه كريسبي. طبعا هحط القطعه بتاعتي في الدقيق وبعدين احطها في الميه، ومن الميه نحطها في الكريسبي. خدوا بالكم من الخطوات بس كده، الدقيق، الميه، الكريسبي بس، ونبطط عليها كويس. واهم حاجه وشرط اساسي في ان احنا واحنا بنشكلها كده تكون متلجه، يعني اطلعها من الفريزر ما استناش عليها تفك، اجيبها متلجة واعملها على طول وابتدي اشكل فيها بالطريقة دي. ليه؟ عشان تديك الشكل اللي انت شايفاه، ما تجيش تعمليها او تضغطي عليها تلاقيها طريت منك وشكلها يتغير او وتاخد حجم تاني. يعني واخدين بالكم؟ خلاص خلص بقى كل الكمية اللي معايا دي ونحطها تاني في الفريزر. يعني انا هخلصها كده عمايل وادخلها الفريزر بحيث اعرف اغلفها وعينها مع بعضها كده في طبق، يعني احط بقى قطعة فوق قطعة. دلوقتي انا حطاهم في صينية وبرص قطعة جنب قطعة، بصوا ازاي هوريكم دلوقتي. شايفين كده خلاص الكمية بتاعتي جهزت، وحطيتها في الفريزر تلجت، والبرجر كمان حطيته في الفريزر تلج. شايفين بقى متماسك وجميل ازاي، بسم الله ما شاء الله. شايفين الكميات، يعني حاجة كده تفرح وتطمن. فرختين اتنين 320 جنيه، عملنا 6 وجبات، الوجبة فيهم كويسة قوي مش صغيرة. تقدري طبعا لو أسرة كبيرة أكتر وأكتر تقدر تعمل كل حاجة من دول وجبة. يعني وجبة الكنتاكي دي بدل ما نقسمها تبقى وجبة، والبرجر تبقى وجبة، والفراخ صينيتين وجبتين، والشيش ادي وجبة، يبقى معانا برضو احنا كده عملناهم مثلا 5 وجبات لو احنا هنعمل الكنتاكي على وجبة واحدة وكميات كبيرة. يعني ما شاء الله قطع البرجر كبيرة وعملوا حوالي 8 قطع، يعني حاجة كده بألف هنا والصحة.
طبعا استنى منكم تعليقاتكم الحلوه ورايكم في الطريقه بتاع النهارده. احلى وانجح تتبيلات ممكن تجربيها. طبعا احنا عملنا مع بعض قبل كده تفريزات بخمس فرخات يكفوكوا الشهر كله، 15 وجبة تعمليهم يكفوكوا شهر كله، يعني 15 وجبة من خمس فرخات. فالنهاردة حبيت اقلل الكمية بسبب طبعا الظروف الاقتصادية، فعملنا فرختين اتنين، عملنا منهم ست الوجبات دول. تقدر تشوفي دي وتقدر تشوفي دي واللي يعجبك تقدر تعمليه. وطبعا عملت الكنتاكي في فيديو لوحده، وعملنا كمان برجر اللحمة، يعني عاملين وصفات جميلة قوي تقدروا تشوفوها وترجعوا لها. وان شاء الله ربنا يملى بيوتكم خير وبركة ويحسن ما بين ايديكم، وكل سنة وانتم طيبين، وربنا يعيد علينا وعليكم الايام بخير، وربنا يجعل رمضان السنة دي فتحة خير على الجميع، وربنا يتقبل منا ومنكم يا رب صالح الاعمال. واوعوا تنسونا كده في الدعاء بتاعكم. كل سنة وانتم طيبين، واشوف وشكم على خير. مع الف سلامه.